القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثما ثم السلام ربي في اللون. وقيت درس رقم 426 وما زال أكذ صورة السجد المفسر من الآية التاسعة إلى غاية الآية 11، يعني ثلاث آيات، الآية التاسعة، الآية العاشرة، والآية رقم 11. إذن مع الدرس رقم 426 وهو الدرس ما قبل الأخير في سورة الأحزاب، ربي سبحانه قيت مسلايد في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وزرمي ثمثن لنت الغزوات ذي العهد النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل كلمة قالها الشيخ محمد الغزالي حينما قيله الإسلام انتصر بالسيف، فكان جوابه الإسلام انتصر على السيف. أول سلم عناس أين يعنان الغزوات إلا وين يدنا هضر دي الدروس ميعدان قبل سنين قبل العوام وما زالك غرزداتا ساقي كان كسلم غولة أدنا هضر فأين يعنان غزوة الخندق غزوة الأحزاب. ذاقي ربي سبحانه ذا شو ديننا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. ربي هضرد السوالي المؤمنين أسن سوالي المؤمنين وزر ما يثمث المرات السلم يووال مرنس ليووال المؤمنين إلى قام رجو يا إما ذا الأوامر ذا ربي ديف كان أنوردن ديزوردر الأوامر نغ ذي النواهي ينهياغ يمراغ نغ ينهياغ مرد يسول المؤمنين بشغ ديهجي أنسل صوم الزغن نغ سولون نغ شدين يا ربي مرد ديني مثلا ربي سبحانه ذي القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته أدي قارق وثى ربي المؤمنين وثى ربي خطر الزراء لمن طمانا في الخوف الربي ميل الغائغة في الخوف الربي تقولون غسدي لبنادم يخسع العبادات سيدي يخدم ولكن الخوف الربي ذوني الظرف الظرف يوحذيق نقارني مزورة الظرف يوحذيق مدينة ربي سبحانه ظلث أقيم الصلاة زكيث عشرث وآتوا الزكاة أوامر ذاك يا ربي نبهاغي والهاغري في الحاجة في النعمة وزرم الكفر كفران كفر ملة وكفر نعمة كفر الملة ورعني خمس السولة ملة ونري كفر نصر ربي ويتسمنا رأى سنفي صلى الله عليه وسلم ويتسمنا رأى سدين وكذا إلى كفر النعمة كفر النعمة ما ديفك ربي النعمة إفنا دم ورحمي ذرى ربي ويخذ زرم كويث قفالي تنقار الفلاني ورحمي ذرى ربي ينشف ورحمي ذرى ربي فزمرت الله الجهدي الله أذرمي الله لهنث الله لهواث الله الخير الله ينشف وينو نحمي ذرى ربي هذه سخصر إما هذه سخصر ذي ثواشوت هذه السلوثة وكثواشوت إما ذي قذروم إما ذي الدارث هذه سخصر وريح ميذار ربي التفضيون في كاس ربي الطوموبيل بسم الله ما شاء الله أسي سرح 180-160 هذه خدمة لك سيدات هذه نغم الدن وكذا
وريحمي ذار ربي إلا زيك الحفوظار ربي رزقي في دي ساعة الطوموبيل بسم الله ما شاء الله والزرام الرفرافي قدران دي كفردان أي نك تسمتساثن دي كفردان أكثر بين تسمتساثن دي الجراث إرهاب الطرقات الإنسان عنده نعمة يستخدم النعمة فيما يرضي المنعم تفرا واحد تدس تفرز ربي فكاد نعمة إلا قد نستخدم ذكوين يكفغا نسا يفكيك ربي أذريم استخدمي ذكوين الهان ذي النعمة المال يستخدم فيما ينفع الفقراء والمساكين والمصالح العامة والعائلة إلى آخره ماشي بعد ما يستخدم أذريم ذي الفساد ذي الخسارة يفكيك ربي الجهد الصحة وتستخدم ذي الباطل تحتقر الناس قلنا عندي سانكيام دان في الكاراتي ولا في الجيدو ولا يا خويا احمد ربي عطاك ربي الصحه بسم الله ما شاء الله لي سبي سبورتيفي لا قد صعود سير سبور ولكن سعين النظام وهكذا وهكذا غير دني غا ولاكي خطر ذيكي تروح تصقم ذاني سنتروح تروح سن ندا خطر النعموت يستخدم ران دايلاق لذلك التعامل مع النعم هناك قواعد سيدي الراجل القاعدة الأولى شكر الله أن الإنسان يحمد ربي على النعم ما يعلم وما لا يعلم ثورا كنا ساكن لا والسنة يقول إيش لهوة في قورة ديسمبر يوغال نغ جونفي يوغال شو يوغال زين في ذو ولكن بعد ربي سبحانه يسير حاسد إذورار لن ذي بركانا ثور الله يبارك ذي شبحانا لهوة تسزل ذي فردان ذي فرح الحيوان التجارة تفرح يفلح ذي فرح لن فرح ياك خطر أين لن يريف أصنا ربي سهل ربينا دي سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صافي المشكلة حنا نسقمو رواحنا برك بعد عند ربي كل شيء سهل قرنك لعب ذي تصحب بير ربي يدبر أكا يلا ثقي بدينا يا أيها الذين آمنوا اذكروا خطر إذا ما تظل عبد المؤمن يستسو 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 ثورا كان كورونا تجايا لأنه قد يتسون هاو تسوثنا باللي تعدف لنا ونزران إن شاء الله كنا نستثر كان ثلويث ولكن الشكر يديم النعم من أهم قواعد التعامل مع النعم أولا شكر المنعم أن شكر ربي سبحانه في سناد أربين ناد ولئن شكرتم لأزيدنكم الشكر يديم النعم وكفر النعم يزيل النعم ويحل النقم والعياذ بالله في ثلاثة استخدام النعم فيما يرضي المنعم جل جلاله قويني فغى ربي النعمة نستخدم من دي فغى ربي في صربعة وأما بنعمة ربك فحدث يلها إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إلى آخره في خمسة لا حسد في النعم كي تشوف واحد ربي عطاله فيلا دار لا دال ولا شرى طوموبيل ما تقولش إيهوه من باست شهور لا دال لا فيلا طوموبيل إيهوه لا تجوز إنس الله يبارك الله يبارك لأن الله هو المنعم هو الرزاق الحاسد يعترض على الله ربي أعطى الواحد والحاسد كيشغل يقول يا ربي علاش عطيت له سي غراف سي غراف سوث ربي سبحانه خزائن الله عامرة الخزين نسيد يا ربي عمرانت لأن الحاسد يتمنى زوال النعم إيه ده شو معنى الحسد يسيري من نعمة غصروح ما سيض تزمر في فغة غصروح ما سيض طوموبيل قد صرز ما سيض الشركة إلا قد صرز ما سيض 14 كامل إلا قد روح 13 ولكن
هناك دوغري نظن في الحسد، ربي يستر، يتمنى زوال النعم والمنعم عليه، يتمنى تروحو كاع كي النعم كي نتايا. واعره والله غير واعره، حق ربي غير ثقيل باش نهضر على الموضوع هذا، خاطر ربي قال في القران: ومن شر حاسد اذا حسد. الحسد دمار، شحال من البيوت دمرت سببها الحسد، اشحال من التجارة عطلت بسبب الحسد. واحد داير تجارة الحانوت نتاعو ما شاء الله، يجي واحد اخر يحسدو يقول له السلعة نتاعو نو راهي طرا فيكي، راه علاه اخويا، ويجي يديرها في الانترنت في الفيسبوك وكذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ارضى بما قسم الله تكن اغنى الناس. سعوا القنيعة تقولي أينك دفك يا ربي مرحبا. الإمام الشافعي الله يرضى عليه: إنك إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ما سياض القنيعة تقولي أم خيشة منك سفن دونيث مرة لهنا سعادة ما تشي ذي السعاية خاطئ. سنند النظام يقول وين ذي الإيمان ذي الرضا، هذا ذي يرضو دين تزرام لاني فلاح في وشول عاش انت بقذرار الميزيريه تفركنت مي والله العظيم من اسعد الناس. ارجز ثم طوف تسمع وانان ارجز ترجع ثم طوف تمذا ثم طوف يحرزن في فتي ويكرزن اذ القضنا زمور جميع اذ نجمع انت مديث اذ كشنشوطي من سيني الخير اربح يرنبيو انا عميه وهل شنو لا لك هذاك ياك تراك مسنون في الدنيا مرة لما تسال لي بيولوجيست تسوغوناك رفزن في غريش قرني لا قاس وغالم اتشم بيو اي غنكوني ثورا ذي جدي ثنا غير يوم قرن السبع يسوفار خدمت ذي يناير من سن يناير اي لا قاس غرض مليح الحضارات السيفيليزاسيون اتغرض التاريخ مليح باش تسينوض ذا شو يروج يغد جاني مزورة ذا يروجور نكفو أور نحفو أنا فغا كل شيء طبيعي ذا وشو تقد شني من سين الخير أرباح القدر يرسن أعيان أضطصن أذكر نصبح تفجريث أرث في اللحسن سن ولاش لونغواس ولاش الستريس ولاش البسيكولوج ولاش سوسيولوج ولاش روقيولوج ولاش إثناك إلي علاز مرتاحين انو غال ثلاثين دنيا ندير لا لونغواس لو ستريس كل شيء لا سمحتي يا ولاقي وزاليس ولكن د الاشاره واللبيب بالاشاره يفهم قرنك ستيمي بلا ايمي يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم واذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. في غزوة الخندق الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بغزو بحفر الخندق هو سلمان، سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي اللي عنده خبرة حربية خاطر ديال موراكيس الاكسبرتيز الاكسبيريونس تجربة خبير. ربي ند فاسأل به خبيرا، ربي ند ولا ينبئك مثل خبير. سلمان الفارسي اكسبير ذي الموراقي الجير الحرب ذن ساخط الجنود سن، اما اصحاب جيوش قريش جيش قريش اما يكذو قاذي لاني سنياك اما بني قريضة ملال ندك فلاسن ذن اسمس الاحزاب دوك لنك اصحاب الشر الشرك باش سقسين ثفثن الاسلام. من بعد سلمان الفارسي يفكي سراي إن في صلاة يا سلمة باش غازن قريب نقور غازن الخندق وثاقي تكشم ديال الاستراتيجي الاستراتيجية الحربية أدياس وسن هضر في التفاصيل الغزوة ولكن سيقي سلمة ولا كان إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود اللي يكون المشركين إديوسان العسكر ناكن سن مرة ربي سبحانه عز وجل
يعاوني ثن يعاون النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة خطر خذ من ثزمر ثن سن من بعد ربي فكايا سنين مور زميرا. وهذا هو المطلوب، إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع، إذ أن استطاعتنا محدودة. وربي سبحانه يزرى باللي ثزمر ثن محدودة. أشو دين ربي؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أمرنا باتخاذ الأسباب والتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله. ذايا خذ من حفر الخندق هجناك ويما ننسان، أم بعد ربي سبحانه يعاوني ثان، فأرسلنا عليهم ريحا آظو وكي جند من جنود الله. وربنا دي الآية نظن وما يعلم جنود ربك إلا هو. آظو جند من جنود الله، لهوى أمان جند من جنود الله، الصعقة الفراق زلزلة ياكو كلش من جنود الله. وجنودا لم تروها يقصد الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. الملائكة حرب نيسان، وكان الله بما تعملون بصيرا. ربي بصير لا يخفى عليه أي شيء، ذيني فرن ذيني ظهرا. أما ذي الخندق يخذمان، أما ذي الأحزاب الذين تمالأوا واجتمعوا، أو سواء تاع قريش ولا بني قريظة وغيرهم إلى آخره. من بعد شو دين ربي سبحانه؟ إذ جاءوكم من فوقكم، يعني جات الشرق، ومن أسفل منكم، زيد سندك الملان. وإذ زاغت الأبصار، يعني والبصر عند الخوف، البصر يركز كان في مثل حاجة، يعني في الجنود النية العسكرية من قران. وبعدين وبلغت القلوب والحناجر، يعني منتهى الحلقوم، يعني زرض ما كيشم الخوف نام قران، الرعب نام قران. لا اله الا الله محمد رسول الله الاربتي سلكين. وتظنون بالله الظنونا، اما ذا النصر نظ الهزيمه، اسقي وقيل تواغيث، وقيل نربح، وقيل نخسر، وقيل نموت، ما تشي ذيني سهلا. نكوني ما ضاضو كان يتهزوا طاس نسقوا الهوى ثم قران ثلها الهوى. اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا، ولكن ما الا تجهد مليح يتوغل يحمالا هيزمر اللي غادي يسفن ادوي تخسرت غادي في ربك اللي هو راه ينفع راه ينفع انت خلقيته، ينفع الحيوان، ينفع التجره وهكذا. وتظنون بالله الظنون، هذه الوقت ماكي. واخر ايه، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اي 11 ربي سبحانه اغي جرب سويني كيفغا هو ذنفي صلى الله عليه وسلم يجربي كل الصحابه ولد النبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. هذا يعني جرب إثنى ربي سبحانه، هما كان يجرب الأنبياء يمو لهن تلسى في سورة البقرة الآية 214. واش قال ربي سبحانه؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ما ثوض الحيف إني بضيوث درجة قريب لياس، الخط الفاصل بين الأمل واليأس. هكذا جهتها، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كلمة زلزال في حد ذاتها مزلزلة، مخيفة، تزرع الرعب، تخيف. ما راسين فلان توثي زلزلة نتساقوا هذا كيسما كين زلزلة. ربي ذكر في دي الآية 11 دي سورة الأحزاب، اذكر في دي الآية 214 دي سورة البقرة مدينة ربي سبحانه. مستهم البأساء دي جاتك ثوار يكمل الله الدوز عليهم، والضراء من بعد وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه كل الصحابة بظن درجة المسن متى نصر الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله. ربي كلما ذكرت كلمة النصر إلا وقرنت بالله، إذا جاء نصر الله والفتح. هذا إلا تنصره فقد نصره الله. اللهم الآية وثبت أقدامنا وانصرنا النصر من عند الله.
إذن كلما ذكرت إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك ذي الآية 14 من سورة البقرة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وزلزلوا زلزالا شديدا. للحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله.